بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وحياكم الله احبابنا وين ما كنتم تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت ومساء جميل جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبه ومع ضيوفنا الكرام اللي منوريننا الليله ببرنامج الراي 10 إلى 10 ننطلق معاكم على الخير والبركه عبر شاشه الجميع تلفزيون الراي على الهواء مباشره مواضيع اليوم متنوعه ومختلفه لكن بدايتها ننطلق معاكم حول هذا الموضوع واهميه الامانه وحساسيته بنفس الوقت ولكن الحمد لله الناس اصبح عندها وعي وعندها ثقافه في هذا الامر ولكن اين تذهب بعد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه يضع على عباده الكل متميز بملكه معينه متميز عن الاخر بعمل معين لذلك اليوم معنا ضيف كريم عزيز يتحدث عن موضوع جدا مهم وحساس ونسال الله السلام للجميع ونسال الله ايضا اللي الله سبحانه وتعالى ما رزقه بابناء ان الله يرزقه بابناء ان شاء الله واللي عنده ابناء يحمد الله ويشكره على النعمة اللي الله حبا فيها اليوم نتكلم على اطفال الانابيب او الحقن المجهري يعني هذا اخر شيء يحاول بعد الله سبحانه وتعالى الانسان يلجا له وكثير من الناس تفكر ويشغلها هذا الموضوع لكن مو عارفه وين تروح خصوصا بعد نقول يعني عدم نجاح استخدام الطرق المختلفه والمتنوعه في في هذه القضيه لكن ان شاء الله الحل موجود من خلال الخبره الموجوده ومن خلال الطاقم الطبي الموجود ومن خلال الاجهزه الحديثه المتطوره ومحاولة استقطاب كل ما هو جديد في هذا العالم يا جماعة وين؟ ما راح اوديكم امريكا ولا راح اوديكم اوروبا ولا راح اوديكم اخر العالم لا عندنا هني بالكويت عندنا موجود الامر ينحل هني بالكويت باحدث الاجهزه بطاقم طبي متميز اي نعم موجود وين فيه؟ خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم حياكم الله احبابنا ونرحب بضيفنا وهو استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري والعقم وامراض النساء والتوليد والمناظير الجراحيه بمركز الصياد الطبي الدكتور عمرو الصياد مساء الخير دكتور عمرو مساء عم. وانا سعيد بلقائي معك واسعد الله. الامانه بمشاهدة لك بين فتره وفتره ونشاطكم في هذا المجال ومجالات اخرى لكن اليوم نتحدث عن عن الحقن المجهري وعن اطفال الانابيب اول حاجه مساء الخير ومساء النور عليكم وعلى كل الساده المشاهدين وشرف لي ان نلتقي من فتره وفتره وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع نوضح بعض الامور اللي هي تتعلق بهذا الموضوع لان من ضمن من خبراتي مع المرضى ان هم بيبقى في بعض اللبس في ما يتعلق بهذا الامر من حساسيه ومن امل صح. ورجاء واحيانا يعني يأس او ما دون امل ان الله يعني اذا مثل ما قلنا بالبدايه صحيح هناك حساسيه من البعض بهذا الموضوع في ظل هالثقافه وهالتطور دكتور طبعا حساسيه مفرطه لان ربنا سبحانه وتعالى خلق مش الجنس البشري بس كل الكائنات الحيه عندها رغبه في البقاء وانتقاء النوع لاستمرار النوع لاستمرار النوع يعني ربنا سبحانه وتعالى رغم انه خلق الانسان في كبد وتعب ولكن حب الاستمرار وتوريث الجيل بعد الجيل موجود ورغبة الأمومة لا يعني لا تقل عن الرغبة في الإنجاب لدى الأباء هم كمان نعم. ورغم أن احنا عارفين أن احنا كلنا فنيين لكن الجيل لازم يجي ورا جيل لازم يجي جيل ومن هنا الرغبة في الإنجاب جامحة وخاصة للناس المحرومين يعني هذه هذه احد الاسباب لاجراء مثل هذه العمليات عمليات اطفال الانابيب هي عملية أطفال الأنابيب والحقن المجهري مثل ما بيقولون دي آخر المطاف في وسائل المساعدة على الإقصاء أو مساعدة الزوجين على إن ربنا يكرمهم ويجي لهم أطفال. ليش يخلونا آخر شيء يعني؟ يعني لماذا لا. هو يعتبر الكي يعني يا ليش لا ما يروح من, من أول مرة؟ لابد من تجربة الأمور البسيطة. ها لازم طبياً. آه لأن ما فيش مريض أو زوجين بيروحوا للدكتور وهم عندهم أطفال أو هم يعني جالهم أطفال، ربنا رزقهم بصبيان ببنات وأمورهم طيبة مش هيروحوا للدكتور أساساً، فما بيلجأش للدكتور ولا ولا محاولات المساعدة إلا للناس اللي عندهم مشكلة. الناس اللي مشكله لماذا لا تذهب الى اطفال انابيب مباشره لان مباشرة. إيه؟ يعني بعد تقييم الحاله هناك من يرشح او يرجح له انه يبدا بالوسائل ستيب باي ستيب زي سلم لازم نصعده من الاول يعني طبعا عارف حضرتك ان المراه عندها قابليه انها تحمل ليله واحده كل شهر الراجل قادر على الانجاب في اي وقت فالتوقيت ده توقيت التبويض وتوقيت القدره على الاخصاب ده لابد من اختياره يا يعني اما بالتثقيف ان احنا نعرفهم نشوف يعني انه اليوم الو او الوقت المحبب او المرشح لي او المرجح ان يحصل حمل فيه هذه وسيله اللي تكون هناك نشاط نوعا ما في مش نشاط اللي هي التوقيت الوقت المتوقع لحدوث التبويض اللي هي نعم. يعني المراه نعم. فيه فرصه انها تحمل نعم. وعلى فكره بتبقى في الناس الطبيعيين 20% لكل دوره م. فقط لا غير ومن كل سنه ممكن تحمل في مره يعني كل 12 دوره او 18 هذا دوره هذا الطبيعي غير بعض الادويه اللي تتناولها اللي تساهم في عمليه الاخصاب بشكل ممكن اكبر ممكن بان نتدرج في المساعده من اول تعريفهم او تثقيفهم للمعاد المرجح لان احنا نتابع احنا بعينينا بما يسمى بمتابعة التبويض نعم. والتوقيت المزبوط لان احنا ممكن نديهم ابره <applause> يعني لكي تصبح العمليه اكثر تحديدا وتوقيتا ادق يعني <applause> الى ان احنا ندي بعض المناشطات اذا كانت الزوجه يعني في حاجه الى يعني دكتور سبحان الله يعني المراه الزوجه لا يوجد بها اي مانع من انها تحمل نعم. وكذلك الرجل وكذلك لا يوجد فيه اي مانع بان عند عمليه الإخصاب ما في اي شيء 10% من الحالات كذا طيب شنو السبب انه ما يصير في حمل الاسباب كثيره ومتعدده جينات غير معظمها في السيدات وقليل منها ممكن يكون في الرجل الرجل بنحتاج منه بس سائل منوي و نعم. وهو طبيعي صحته كويسة وقادر م. على الحياة الزوجية خلاص بنقول له لا انت خليك في جنب الزوجة لها أكثر من مستوى ممكن يكون هو السبب و وهذه الأسباب على فكرة يعني نوعيتها اذا كانت هي السبب في تاخر الحمل قد تؤثر برضه في نتائج عمليات اطفال الانابيب عندما يتم اللجوء إليها آه إليه آه طيب اليوم وين تطور هذا العلم وين وصل مركز عمرو الصياد في, في في هذا الجانب لله الحمد احنا تجهيزاتنا تجهيزات تجهيزات يعني راقية جدا وعلى أعلى مستوى من التجهيز التكنولوجي عندنا معدات بتاعتنا من ألمانيا وبنمشي على بروتوكولات العالمية اللي هي بيتم تحديثها على حسب المؤتمرات العالمية في كل ما هو جديد ده على من مستوى الطاقم الطبي والتجهيزات لان دايما اي اي شيء يكمل الاخر عنصر لازم يعني المكان وتجهيزه واليد العامله او التشغيل لذلك لابد من يعني الوقوف على احدث شيء لان انت اذا كنت الناس بتلجا لك وكلها امل وكلها رجاء وانت من جواك عارف انك ما بتقدمش الخدمه اللي على المستوى فده حتى يخليك تحز في نفسك يعني الناس اللي بتلجا لك كلهم عشم فلا بد انك تكون على على مستوى هذا العشم وعلى مستوى هذا الرجاء فيك <applause> دائما نقول يا رب اجعلنا خير مما يظنون امين امين يا رب يعني انا على افضل مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ان شاء الله, الله يا رب يا كريم اذا في احصائيه عندك دكتور حابين نتعرف عليها من زواركم اللي كانوا فاقدين الامل ولكن املهم بالله سبحانه وتعالى كبير وانتم وسيله لهذا لحل هذا الموضوع هل نقدر نتعرف على اعداد والله احنا يعني آه اول حاجة بالنسبة للاعداد الحمد لله يعني ريزونبل بالنسبة لنا يعني كمركز احنا على فكرة يعني نعم. ما بقلناش مدة طويلة ولكن يعني احنا امتداد لما كان سابقا الحمد لله في الكويت بقى لي 26 سنة ما شاء الله وكان عندنا مركز شيخة انترناشونال كلينيك قبله فاحنا يعتبر تمديد تكملة نعم. تمديد و و و يعني امتداد لهذا ايوه لما كان موجود سابقا ولكن للحمد والمنة السمعه جيده جدا والعدد يعني نحمد ربنا ونشكره حمد. عليه نسب النجاح عندكم في نسبه فيه فيه. النجاح احنا طبعا عشان تتكلم عن نسبه النجاح لابد ان احنا نشير هنا لما هو اعلى وما هو اقل نعم. وما هو موجود في المراكز العالميه عشان انت عشان لما تقول لواحد انت طويل او قصير او متين او ضعيف يبقى لازم تبقى انت عارف الستاندر نعم المست... نسب النجاح عالميا بتتراوح من 50% الى 10% <applause> ليه 50% يا دكتور وليه 10% ما ينفعش نقول لمركز او لوحده اطفال انابيب في اي مكان عالمي او محلي النسبه بتاعتي قد 80 كسب. 90 ما ينفعش 60. لان احنا هنا بنقسمهم فئات عمريه مثلا نعم. نسبه النجاح من الناس العاديين اللي حوالينا 24 سنه مثلا م. اللي ما فيش فيهم اسباب عويصه سواء في الزوج او في الزوجه بنقول 50% لكن كل ما زاد مثلا مثلا نسبه سن الزوجين وخاصة إن الزوجة لو عدى ال 45% انت بتنزل لغاية 10% ويمكن اقل. طيب طيب بما ان دخلت بالاعمار، المرأة عندها توقيت معين بالعمر، عمر محدد لاجراء مثل هذه العمليات، يجب انها ما تتجاوزه، واذا تجاوزته ما ينفع معها. اطفالها. هو اللي. مش ما ينفع يعني انا لما بتجي لك مريضة حتى لو انت الامل فيها قليل، وانت الرجاء بالنسبة لها مباشر، احنا لا بد ان احنا نوضح لها الامور، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر عامة بقدرة إنجابية أو إخصابية في سن معين بيسموه الميدل إيج نعم. لحكمة من عنده سبحانه وتعالى يعني ربنا مش عاوز يعذب الست الكبيرة في السن ولا صح. الرجل الكبير في السن وزي ما بيحملش الأطفال المسؤولية تيجي في سن معينة تبدأ عندهم القدرة على الإنجاب والإخصاب فعمرنا كلنا كله بنخلف ثلاث عيال أو أربع عيال أو حتى خمسة أو حتى عشرة فعمرنا الطويل ربنا سبحانه وتعالى بحكمته بيبدأ يقلل القدرة على الإنجاب لمن تجاوز سنهم سن معين لا. لأن العيل اللي هيجي ده أو الجنين محتاج قدرة على الحمل محتاج ان رعاية ويتابعه ويربيه رعاية ويعقب تربية ويعيش وياه عمره لغاية لما يسلموه جيل ورا جيل فأنا لو خلفت مثلا واحدة مثلا عمرها 50 سنة وحملت لها سنة وخلفت بعد كده أو 55 وين البيبي لسه او ابنها لسه في سته ابتدائي ولا سبعه ابتدائي يعني, يعني جميله هذه الدبلوماسيه دكتور في عمليه الاقناع يعني تحاول تقنع هذا الشخص اللي قادم لكن انا مش بقنعه انا يعني, بقنعه يعني, 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 يعني تفهم الحياه شو ماشي هو صحيح يعني, يعني هذه لازم اواجهه بالحقيقه والا أو هبقى بضحك عليه بالضبط, بالضبط لا بضره لكن طبيا دكتور مثل ما احنا دخلنا بالنسب العالميه أيوة اللي حضرتك ذكرتها طبيا هل هناك معيار عالمي نعم للعمر نعم نعم هو هو الخصوبه بتقل بعد سن 29 سنه بالمرأة المرأة. لأن المرأة يعني مولودة من بطن أمها وهي فيها عدد معين من البويضات م. بيسمى بمخزون البويضات هذا المخزون بيقل استنفاده شهريا بالتبادل بين المبيضين تقريبا 100 بويضة كل شهر ف ده بالنسبة للعدد ناهيك عن الجودة عن كواليتي بتاعة البويضة البويضة نفسها ممكن يكون عندها مخزون كبير جدا ولكن فارغ الجودة النطفة نفسها م. جودة النطفة وده ما يؤثر على النتائج بعدين نعم. يعني ممكن نسحب عشر يعني من ضمن اسباب الفشل، الفشل ده له فشل الأطفال الانابيب وعلى فكره انا ما بحبش الكلمه دي نعم حاجتين في في التخصص نعم. بتاعي كلمتين او مصطلحين ما بحبهمش الفشل وسن اليأس نعم ما فيش حاجه اسمها سن، نعم. سن اليأس مرتبط بالفشل بـ 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 بفشل المبيض نعم. زي ما بيقولوا اللي هو مخزون البويضات يبدأ يستنفذ واخد بال حضرتك؟ نعم وده من ضمن الاسباب الرئيسيه في فشل عمليات اطفال الانابيب او في عدم نجاح خلينا نختار جميل. كلمه حلوه عدم نجاح اطفال الانابيب لان ممكن انا يعني عندي صعوبه في ان انا نشط المبيض نفسه عشان احصل على العدد المطلوب من البويضات وصعوبه في السحب وبعد ما بسحب البويضات ودها للزميل اخصائي الاجنه ممكن يقول لي البويضات فارغه فاضيه من جوه او جودتها غير جيده عندي حاجه اسمها يعني درجه اولى بويضه ام 1 وام 2 واقل من كده او يعني يعني هذا هذا شيء طبي دكتور ما ودي افصل فيه انا عندي اسئله كثيره س... وعندي وقت قليل جدا اذا السن الى كم تقريبا دكتور المراه؟ السن في ناس بس من النادر يعني زي ما قلت لحضرتك النسبه من 50 ل 10% يعني ممكن عندي ناس بتحمل فوق ال 50 نعم ولكن احنا بنتكلم هناك عندها جوده عاليه وعندها حضرتك تفضلت فيه او نعم إرادة ربنا سبحانه وتعالى لها واحده منهم نعم يعني في ناس بنسحب لهم 20 بويضه وتلقح لها سبعه او ثمان اجنه او تسعه اجنه او 10 اجنه وما يحصلش حمل طيب وفي ناس تسحب لها بويضه واحده وسنها 50 سنه نعم 50 سنه وبويضه واحده ويتم اخصابه وتلقيحه وثباته ويكمل ما شاء الله طيب وعندي حاليا يعني <applause> طيب دكتور في حاله ان المراه صغيره بالسن والرجل صغير بالسن وما في اي مشاكل نعم. لكن حاولت في حقن اطفال انابيب اكثر من مره تفشل, تفشل او لا تنجح لا تنجح أيوة. لا تنجح وعلميا وطبيا ما فيهم شيء هناك جوده وهناك مخزون وكل شيء يحدث هذا الامر احيانا يحدث طيب شنو تنصحونهم ينفصلون عن بعض لا ابدا ها شو يسوون بننصحهم اول حاجه في بعض الامور يعني زي ما قلت لحضرتك مستويات عدم النجاح التبويض والسحب والاخصاب بس انا بقول وصلنا لمرحله ارجاع الجنين خلاص بقى عندهم جنين وبزرعه مجرد نقل الجنين الست تعتبر رسميا حامل نعم. لكن عدم ثباته وعدم استمراره قد يكون لاسباب اسباب في الجنين نفسه نوعيه الجنين النطفه على مستوى الكروموسومات او او ممكن يكون مشكله في الرحم نفسه البطانه غير مستقبل جيد شكل الرحم فلذلك في بعض الفحوصات يجب اجراءها قبل ما نحكم نقول ان هم لازم يسيبوا بعض او ما لهمش نصيب لان يعني في ناس كتير جدا زي ما حضرتك بتقول بيعيشوا مع بعض مده طويله وما الله مكاتب تتجوز هو يتجوز هي تخلف هو يخلف بالضبط هذا اللي قاعد <تكلم> يعني ماشي احنا ما بنقولش بس لابد ان احنا ربنا يعمر بيهم وما يفرق بينهم يعني. ولا من اثبات ان في ان هنا ليس هناك سبب يمكن علاجه لازم استبعد الاول لو عندي تشوه في الجنين اعمل فحص للجنين عندي مم. مشكله في الرحم اعمل منظار واعالج هذه المشكله نعم أه في حلول جديده عندكم ايضا استخدمتوها دكتور حاليا في مركز الصياد الطبي في, في 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 في, هذا الجانب في عمليه زي ما قلت لحضرتك احنا بنفحص الاجنه هذا في في احسن مراكز فحص الاجنه واكثرها تقدما مش لازم يكون في الكويت وممكن يكون برا في اسبانيا في بلجيكا حضرتكم انتم ترسلونه احنا اه احنا لكن كمركز متطور ما يعني انا مثل ما قلت بداية محتاج ان انا اروح امريكا او اروح اوروبا مركز الصياد اليوم انا باخذ العينه ثالث يوم مثلا من الاجنه عشان افحصهم سواء احيانا للرغبه في اختيار جنس الجنين م. او لاستبعاد العيوب العيوب الكروموسوميه اللي قد تؤدي الى الفشل او أنه يقدر ولاده طفل مشوه مغولي او غيره صحيح فاحنا بناخذ العينه باستخدام تكنولوجيا عاليه التقنيه اللي هي الليزر مثلا ناخذ خليه ونبعتها بنبعتها بالدي اتش ال الى المراكز المتخصصه في العالم وتجي لنا النتيجه بال بالايميل في نفس اليوم او ثاني يوم على خامس يوم نرجع الجنين السليم ونستبعد المشوه ختاما دكتور نتائج عمليات اطفال الانابيب داخل مركزكم اذا مزيد. عندي نتيجه أو عندي رقم حابب تقوله بسم الله ما شاء الله عندنا نتائج رائعه تتراوح يعني خلينا نقول لو انت خدنا أفريج نقول 40% تقريبا ما شاء الله 40 نحن 40 عندنا ناس سنهم كبير وعندنا ناس سنهم صغير شرحت حضرتك يعني اللي بتابع الحلقه اكيد وفق اللي حضرتك شرحته بسم الله ما شاء 40 الله 40% عالميا شنو معنى مع هذا الرقم مع العلم مع العلم الحاجه ان احنا ما بنعملش حاجه اسمها كيس سيلكشن يعني بعض المراكز حفاظا على نتائجها ما بتاخدش غير الناس اللي فيهم امل صغار السن مثلا اللي إيه. ما فيش فيهم حاجات إيه. معروف انها تؤثر على النتيجه نحن لا نرد مريض اطلاقا لا كبير سن ولا عنده سبب ولا عنده فشل مسبق لان احنا برضه عندنا جزئيه مهمه جدا جدا ارتباطنا بربنا سبحانه وتعالى والدعاء سمحة. بالاضافه للايه للإجتهاد في الجانب الطبي الجانب الطبي الكامل المتكامل ببذل المجهود ولكن نحن عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقر في الارحام ما شاء بارك الله فيكم دكتور الله وشكرا لكم على ما تقومون فيه وعلى يعني مركز طبي تخصصي هدفه ربحي وحق مشروع يعني الا انه ياخذ على عاتقه انه يستقبل الجميع ولا يستقبل عينات حتى لا تطلع يقول والله ما نجح هني ونجح هناك، فليستقبل الجميع، فاعتقد انه من باب اللي يفكر بتجاره ما راح يطبق اللي قاعد يقولونه، لكن اللي يفكر فعلا يقصد الله عز وجل في هذا الامر اولا، ومن ثم محاوله مساعده ما يمكن مساعدته في هذا الجانب، اعتقد ان اهدافه انسانيه بالدرجه الاولى. لا الحمد لله. فشكرا لك دكتور. شكرا وشكرا وسعدت جدا جدا بلقائك ولقاء الساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، أهلاً كل الشكر لضيفنا أهلاً. الكريم، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري والعقم وامراض النساء والتوليد والمناظير الجراحيه مركز الصياد الطبي، الدكتور عمرو الصياد مستمرين معاكم احبابنا بعد الفاصل حياكم الله احبابنا ويا هلا مرحبا فيكم ننطلق معكم مع حلقتنا اليوم وضيفتنا وهي تعتبر اول مهندسه كويتيه تعمل في مجال تحليه المياه. وايضا ضيفتنا هي تم اختيارها ضمن اقوى 20 سيده في العالم وكان ترتيبها اعتقد 16 في صنع القرار المؤثر في مجال المياه. حققت الكثير من الانجازات للامانه مهمه لتاريخ المراه الكويتيه بشكل خاص والمراه بشكل عام. ضيفتنا مليئه جدا بالانجازات والافكار لان النهايه للاسف غير مرضيه لنا احنا ككويتيين. اي هي كيفها شانها، قرارها، ايا كان. لكن انسانه بهذه الدرجه وهذه المكانه وهذا الانجاز المحلي والخليجي والعربي والدولي مجرد ذكر اسمها عند اي مهندس او اي مهندسه ما عنده تعليق الا انه يصفق لها. ضيفتنا نشاهد ونرجع لكم ان شاء الله شخصية فذة الأولى على دفعتها في الهندسة الكيميائية جامعة الكويت بذلت جهودا مضنية لتحقق حلمها كان العمل الميداني هدفها لذلك وضعته نصب عينيها إلى أن تحقق لتكون أول مهندسة كويتية في محطة الدوحة الغربية في وقت كانت تلك المهنة حكرا على الرجال المهندسة زمزم الركف تدرجت يوما بعد يوم في عملها إلى أن أصبح رئيسة مهندسي مشاريع وحدات تقطير المياه ومديرة إدارة التصميم بوزارة الكهرباء والماء وقد انتقلت لإدارة العديد من المشاريع في الصبية والشويخ والزور كما كان للركف العديد من المشاركات الواسعة في المؤتمرات والندوات العالمية في مجال المياه وتقنياتها وترأست العديد من اللجان العلمية بالمؤتمرات الدولية مما زاد من حصيلة خبراتها وزادها إصرارها على النجاح والتميز في العمل الميداني، وقد فازت المهندسة زمزم صالح الركف بالمركز الأول في انتخابات المنظمة الدولية للتحلية والتقطير للمرة الثانية على التوالي بعد منافسة شملت 21 مرشحا من مختلف دول العالم، كما اختارتها منظمة جلوبر ووتر ضمن اقوى 20 سيده في العالم في صنع القرارات المؤثره في مجال المياه، محققه اضافه مهمه لتاريخ انجازات المراه الكويتيه عالميا. اصرار ونجاح الركف يؤكدان يوما بعد يوم على تصميم المراه الكويتيه على السير قدما لتحقيق الافضل لبلادها. رئيس مهندسي مشاريع وحدات تقطير المياه سابقا بوزارة الكهرباء والماء ضيفتي العزيزة الكريمة المهندسة زمزم الركف مستاش الله بالخير وحياك الله ويا هلا مرحبا فيك يا هلا ومرحبا فيكم أشكركم على هالمقدمة وأنا سعيدة معكم اليوم بتلفزيون الرأي احنا اسعد الله يحفظك ولكن ايضا بنفس الوقت بنطلق معاك في هذا المحور اولا قبل ان نتعرف على ارائك وافكارك وهل احنا عندنا مياه صالحه للشرب مو صالحه للشرب وشنو احنا ممكن نحل هذا الموضوع وازمه مياه قبل كل كل شيء قبل كل هذه الامور بعد خدمه 34 سنه بهذا المركز وتعتبر اول مهندسه كويتيه تنزل الميدان يعني في ذاك الوقت قبل 34 سنه بنت كويتيه في شبابها توها متخرجه من الجامعه عند اسرتها واهلها انا رايحه محطه تقطير مياه شلون يبغى تروحين محطه شلون تنزلين المحطه؟ الفكر ذاك الوقت يختلف عن الحين مختلف لكن اول امراه تواجه هذا التحدي ومن انجاز الى انجاز ومن تميز الى تميز ومن براءات اختراع الا ان في نهايه المطاف يعني أنا احنا نتوقع شيء يعني حق انسان نفسه تستقيل استقاله يمكن عندها عروض من برا مبالغ اكبر لكن الانسان اللي خدم 34 سنه بالكويت اعتقد قدمت له عروض في تلك الفتره ورفضها بنطلق معك في موضوع الاستقاله لماذا المهندسه زمزم بعد 34 سنه قدمت استقالتها. يعني كل انسان يبدا عمله هو ينطلق من بدايه حياته وينشأ ويتمنى ان ينتهي عمله هذا في نهايه على قدر من علمه ومعرفته وخبرته. انا تخرجت من الجامعه وكنت الاولى على دفعتي وعملت في محطه كهرباء الكل الكل كان يعني مانعني اني اشتغل حتى اهلي يعني ما كان عندهم سهل اني اقعد واشتغل في الميدان ولكن الحمد لله بديت عملي وبنيت خبرتي ومثل ما تفضلت انا ما احب اكرر الكلام اللي تفضلت فيه بالنهايه لما انا اوصل العلم والخبره والمعرفه وي مهندس صغير تدرب تحت ايدي مع احترامي وتقديري للكل ويصير هو رئيسي في العمل بسبب الواسطه بسبب ارتباطه مع شخص بالحكومه بسبب معرفته لبعض النواب اذا تسمح لي انا بتكلم بصراحه يصعب على الانسان ان يقعد ويعمل في مكان يمشون الصغار ويرتفعون وهو قاعد يطالع بعيونه لمجرد انه والله ما حرك واسطته طب هل انا احتاج واسطه هل الانسان اللي يعمل ويشهد للعالم وتشهد للمنظمات العلميه يحتاج واسطه عشان يترقى انا وصلت لاعلى منصب سيده في وزاره الكهرباء والماء وصلت لمنصب رئيس مهندسي انا تراست جهاز دقيق جدا يعني احنا نعمل بدون مستشار عالمي وهذا فخر افتخر فيه انا والاستاف اللي كان يعمل معي كل دول الخليج يعملون مع مستشارين عالميين ويدفعون الاف وملايين الدنانير لهؤلاء المستشارين صحيح احنا بنينا نفسنا بنفسنا نعم انا ولله الحمد والمنه بنيت نفسي وبنيت ايضا صف ثاني وثالث وراي وكنت اتوقع وتامل من المسؤولين اللي مروا علينا على يعني على الازمنه اللي فاتت انه يكون في لنا تقدير لي انا في اني انحط في على الاقل يعني درجه وكيل مساعد ترى ما هي صعبه ما هي صعبه انجازاتك آه تشهد لك في النهايه يعني يعني الكويت داخل آه البر يعني, يعني تينا البرشوتات من فوق ييبوا لي يعينون وكلاء مساعدين من وزاره التربيه في, في وزارتنا من وزاره يب... وين؟ لا من التربيه من وزاره التربيه؟ يتعين وكيل مساعد من وزارة التربية وكيل مساعد بوزارة الكهرباء والماء بأمر الوزير ويمشي يمشي الترشيح ويوافقون عليه ويترشح ويطلع فيه مرسوم أه هنا واحد ثاني من وزارة الشؤون الفترة الأخيرة نفس الشيء أنا واحد من وزارة المالية فيعني احنا يعني عفوا استاذه لما تجد انت تتناقشين معاهم يمكن عندهم العلم والخبره ايضا في هذا الامر هل هم عارفين وفاهمين الموضوع اللي هم ماسكينه لان في 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 بريد يمر عليهم في يعني يوقع اجازه في النهايه ولا يعني قرارات واكيد في اشياء فنيه انا انا من البديهي ان ما راح يوصلون حق علمنا ومعرفتنا احنا اللي بنينا الوزاره انا أدري من بديل لكن عملنا. انت جلستي تناقشتي معاهم شنو شنو لمستي من هالوكلاء المساعدين القياديين اللي يستلمون هذا المنصب بقرار مجلس الوزراء وغيره ما في لغه نفهمها بيننا اللغه اللي انا اتكلم فيها ما يفهمونها هم انا لغتي لغه الخبره والعلم والمعرفه لغه الهندسه لغه التحليه لغه الكهرباء لغه حاجه البلاد لغه الماي لغه الانتاج اللغه اللي عندهم ما يفهمونها ترى هذا سبب اللي زي قدمت ما يفهمها استخلته. لما تقدمين هذه هذا هذه هذا الطرح على, على 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 الطاوله الاجتماعات يصير في يعني شد وجذب في الموضوع كون هو مو عارف ولا يفهم هذا الامر يعني ما يعي هذا الموضوع يصير شد وجذب يعني جدال لازم اعلمه شلون تعلمين قيادي شو, شو تعلمين شلون اعلمه بالضبط شلون انا اقدر اقعد مع قيادي ورئيسي على في لجنه ولا رئيسي رئيس مباشر واقعد افصل له الموضوع عشان ياخذ قرار ويساعدني فيه من اوله لاخره صعب انا تعبت مو دورك تعبت انا اصلا مو دورك يعني تشرحين وتعلمين مو دور دور تخطين المشروع المفروض احنا, احنا ننحط في المراكز القياديه انا واللي عندنا الخبرات وناخذ قرارات بناء على خبرتنا وهني نخدم بلدنا هذا السبب انا يعني يعني ما اقدر اقعد في جو احباط وجو حقران فيعني 10 ايش قدر صار هالامر استاذه زمزم هالموضوع اللي تفضلتي فيه يعني بالوزاره ماشي من شيء سنين من سنين مم؟ ايام يعني وايد وزراء مروا علينا كلهم يعني عطونا هالسيناريوات للاسف الشديد طيب القيادين بعض القيادين بوزاره الكهرباء والماء بهذه الصوره كيف ترين وزاره الكهرباء والماء الكويتيه هل هي في تقدم هل هي في تراجع يعني طبعا الوزارة فيها كفاءات أنا ما أقدر أ يعني أشمل الكل ما في شك أن فيها مسؤولين وفيها قياديين ولكن أنا أتكلم عن نفسي وأقول أن أنا ما أقدر أعيش في جو إحباط وجو حقران أنت ما وصلت لأعلى رتبة في العلم والخبرة وماسك جهاز فني وفي شغلة أنا أحب أقولها لا لما تي وقت اللجان والمسؤوليات والأمور الصعبة يحطوني انا رئيس لجان إيه انا مشتغله مش بلجان التحقيق من اكثر من عشر سنوات اي عشان تحلين المشكله وتطلع, التقارير بشكل فعلا العلمي والعالمي واللي يعني لا يشق له غبار ولكن وقت الترقيات مو بس <applause> <applause> وهذا شيء يعني نوع من الظلم النفسي الامانه يعني في اللي أكيد يعني انا اخترت اني اطلع وان شاء الله اخدم بلدي في موقع اخر ان شاء الله في النهايه الكويتي يخدم ديرته باي مكان لكن احنا مو في مجال اني انا اقعد مع مسؤول يستخدم صلاحياته وسلطته ضدي حتى لا يظهر فشله هذا الامر مرفوض ما نبي احنا أكيد طبعاً. ما لكن ما كيف أقبلها. كيف استقبلت استقاله المهندسه زمزم في الوزاره طبعا وكيل وزاره ناداني سالني وجاوبته اللي هو محمد بوشهري نعم. اما نعم. الوزير ما قال الله يوفقها ما قال لي انا مباشره، قالها حق وكيلي المساعد. هل كانوا منتظرين هذه الاستقاله على طبق من ذهب؟ ما اعتقد لا. هم يبون يعني يبوننا نشتغل ونتعب ونجتهد ونبذل جهد، والحين يعني الجهاز المشاريع ما في احد ماسكه مهن رئيس مهندسين بالتكليف. السؤال استقاله المهندسه زمزم هل هل تم قبولها يعني باريحيه من قبلهم يعني تقول الله قال الله يوفقها الوزير عدل وصلت الرساله بهذا الشكل انا فهمتها إن انها اريحيه وانت قدمت لهم هذه الاريحيه لا انا اللي اخترت انا طلعت برغبتي انا اللي حددت الوقت ما حزب خاطرك انك يعني يتم قبولها بهذا الشكل يعني كنت متوقع شيء وصار شيء اخر يعني على الاقل لو وزير الكهرباء ناداني يعني وسألني كنت متوقع إنه يناديني وسألني خصوصا يعني إن الدكتور خالد الفاضل دكتور مشهود فيه مشهود له بالعلم والمعرفة ما شاء الله يعني وهو يعني قيادي أنا قاعدة أشوفه بالوزارة من الدرجة الأولى بس يمكن كان مشغول هل المراه الكويتيه المهندسه بهذا المجال وذات كفاءه عاليه مثل حضرتك تجدينها او ترين بانها مظلومه بالكويت؟ والله انا ما ابي يعني اقول انها مظلومه الى الى الحد المفتوح، لا هي يعني يعني اخذت القياده في الى غايه مدير اداره، انا اتكلم عن وزاره الكهرباء. اما فيما بعد مدير اداره الى الان لم يتحقق في وزاره الكهرباء والماء. ولكن هي اخذت مناصب قياديه في الوزارات الاخرى بالتاكيد يعني, يعني وزاره الاشغال نفس طبيعه عملنا نعم وايد طلعوا مهندسات صحيح ما ادري ليش احنا مسوي لنا حكر بالوزاره وان شاء الله الله يكتب الخير للي موجودين يعني يعني اصحاب اختصاص مجال عملي الا انه في المقابل هناك بعض المسؤولين والقياديين في هذه الوزارات بالتاكيد لهم كل الاحترام والتقدير ولكن ليسوا ذو خبره بالمجال نفسه ما نزلوا الميدان ما عملوا فيه ما اصحاب اختصاص مثل تفضلت ضيفتنا من وزاره التربيه ومن وزاره الشؤون لا. فاصل وراجعين لكم مهندسة زمزم أنا الآن بستغل وجودك ونتكلم بشفافية يمكن مرات يعني الوزارة مو مقصرين معنا بين فترة وفترة يعطونا أرقام وإحصائيات كذا أنت الآن لا بوزارة ولا بغيره حرة نفسي أنا بتكلم بكل صراحة وننطلق معك في هذه الأمور لكن الجائزة اللي حصلت عليها أكثر من جائزة ما شاء الله وأيضا حققت مراكز في الانتخابات خذيت المركز الأول في منظمة دولية في هذا الجانب بتكلم عنها وأيضا تكريم سمو الشيخ محمد بن راشد في في تكريم لحضرتك في الابتكارات المتعلقة في المياه وتحلية المياه إذا تحب نتكلم بالبداية عن تكريم الشيخ محمد بن راشد لأنه هو تكريم ترك في نفسي أثر طيب في احد المؤتمرات اللي تم عقدها في دبي تقدمت بورقه علميه عن مشروع في الكويت نفذناه المشروع باختصار هو عباره عن محطه تحليه ربطناها مع محطه كهرباء قائمه واخذنا الماء اللي خارج من المحطه محطه الكهرباء اللي حرارته مرتفعه ودخلناه على وحده تحليه وانتجنا ماي محلى هالتقنيه هذه اللي احنا سويناها استخدمنا الطاقه اللي مطروده للبحر واستفدنا منها في الانتاج وحققنا تقريبا تخفيض للقيمه الراسماليه والقيمه التشغيليه باكثر من 25% لما تقدمت بهذه الورقه و عفوا والصالح طبعاً. للاستهلاك الادمي طبعا مياه محلاه يعني, محلة. يعني محطه كهرباء يا جماعه محطه كهرباء دائما في ماي عندها يطلع منها ماي حار الماي الحار هذا مهندستنا تكرت هذا الشيء بان يطلع الماي الحار مال الكهرباء يرد ثاني مره الى هذه هذا هذا المصنع لتحليه المياه ويحلون الماي الحار ويرجع احنا نستخدمه ونشربه ببيوتنا صح <applause> نعم احنا نحليه بطريقه التناضح العكسي نمرره على اغشيه الاغشيه هذه تطلع لنا ماي حلو وتطلع لنا ماي ملحي مركز يطرد مم. للبحر في وجود الحرارة هذه صار التوفير في الطاقة المستخدمة للإنتاج لما قدمت الورقة العلمية أعطوني المركز الأول بالمؤتمر وناداني الشيخ محمد بن راشد المكتبة ويعني كلمني وكرمني ويعني وقال احنا نفتخر فيكم كوني خليجية ومتميزة وطلعت ورق ورقتي المركز الأول خذت على اللي قدموا الاوراق العلميه من اوروبا ومن امريكا والمشروع ترى لا زال يعمل بكفاءه مشروعك انت هذه فكرتك انت؟ نعم وينتج 30 مليون قالون امبراطوري في اليوم من المياه المحلاه اللي خارجه من الكهرباء طالعه من الماي المطرود هو طبعا ماي بحر نظيف ولكن درجه حرارته مرتفعه احنا طبعا المفروض ان نحافظ على البيئه وما نطلع مياه حاره وهو طبعا وذن الرينج المطلوب، بس انا قلت نستفيد منه بدل ما ينطرد ويروح للبحر ونطلع ماي حلو بكفاءه بكلفه اقل. كم عمر المشروع الان مهندس؟ المشروع الحين عمره ست سنوات ويعمل بكفاءه. ودراسته ايش كثر خذت على ما درستي هذا المشروع وتنفذ على ارض الواقع؟ احنا طبعا درسناه لمده اربع سنوات نعم وكتبنا المواصفات وطرحناه. وافتخر ان اشتغلناه بدون مستشار انا والاستاف اللي وياي برئاسه المهندسين ما شاء الله ما شاء الله وهذا اليوم مفخره خليجيه وعربيه هذا المشروع الحمد لله خدمنا بلدنا في ان وفرنا انت الحين لما تحط محطه كهرباء او محطه تحليه مياه تقدر تحط باي طريقه ولكن ال ال الكي المفتاح انك توفر بالكلفه صحيح لان لما بتشوف الحين كلفه الماء المقطر او كلفه كثر وفرتي؟ يعني اعطينا آه رقم مثلا مبلغ كذي وفر انا اقدر اعطيك كنسبه نعم يعني كانت اولا كان سعر المشروع آه قليل لأنه ما في انتيك ما في ماخذ ما مياه نعم ما في مخارج ما مياه آه المشروع كان من آه مرحله واحده كنت ايضا انا ايش سويت؟ خذيت الماء المنتج من هذه الوحده وخلطته مع الماء المقطر اللي طالع من محطه الزور الجنوبيه <applause> فهني وفرت بركش شوتر ماي صليبي اللي نخلطها مع الماي <applause> آه يعني كانت منظومه من ابدع ما يكون جيب. هل ممكن يعني ايجاد ايضا نفس الفكره يعني تمددها وتوسعها بشكل اكبر راح نستفيد ولا بس نظل على هذه المحطه لا طبعا نقدر بس في دراسه تبين يعني المخارج ايضا نوعيه الماي يعني نفس مشروعك كبي ياخذونه يسوونه مره ثانيه ومره ثالثه وكذا ولا ولا واحد هذا كافي حق لا الكويت لا لا نقدر وهذا ايضا عقوب مشروعي سوى واحد ثاني بالفجيره نفس الشيء بالفجيرة بالفجيرة بالإمارات بالإمارات نفس المشروع كنت الكويتي نفس مشروع أشرفت عليه؟ لا هم سووه بناء على اللي شافوا نجاح مشروعنا إحنا كانت تجربة أولى ونجح مستشار أنت مستشار أجنبي يعني يستعنون فيك شيء طيب يعني هذا الأمر لكن خلينا نتعشى اليوم بالكويت في عملية تكرار هذا المشروع هل راح نستفيد إحنا كدولة الكويت من تكراره؟ طبعا ممكن ليش ما يكررونه؟ يعني إن شاء الله الخير يعني إحنا حطينا لنا يعني أنا حطيت فكرة ثانية وطلعت ان شاء الله الربع يكملونه والمهندسين أنت موجوده فكره ثانيه الحين اكيد في فكره ثانيه نقدر نتحكي عنها يعني اتركها حقهم ان شاء الله يحققونها ربعنا ان شاء الله زي بشكل عام تتكلم عن شنو يعني هذه الفكره يعني؟ هي نفس الفكره بس احنا باستخدام الطاقه الشمسيه ايضا مم. عن طريق الالواح الشمسي ألواح الشمسيه الالواح الشمسيه احنا طبعا رقبه صاحب السمو الله يحفظه ويرده بالسلامه آمين. يعني امر ان كل مشروع لابد ان احنا طلع من الطاقه المتجدده سواء كانت طاقه شمسيه ام طاقه رياح نعم. 15% ل يعني انتاج الكهرباء. الكهرباء او الماء او اي يعني نعم. وحدات عامله فانا حضرت المواصفات قبل لا اطلع وجهزت المشروع مم. وان شاء الله ينطرح ويرى النور باذن الله ان شاء الله اعتقد أن هناك في تسابق من الشركات وبعض الشركات الخليجيه ما بقول ايضا العربيه والدوليه بعد خبر استقالتك؟ يعني ان شاء الله انا الحين فتره راحه عندي إيه؟ وأكيد كم عرض قدم لك زي طيب كم عرض يعني يعني عروض ان شاء الله يعني ما هي قليله مم. بس انا طبعا يعني احد العروض اللي جتني اذا تحب نتكلم عن المنظمه العالميه للتحليه هم طالبيني اكون هذا آه اللي خذيت فيها المركز الاول اللي اخذت فيها المركز الاول بالانتخابات مم. احنا طبعا في هذه المنظمه عباره عن منظمة عالمية غير ربحية تعمل وتهتم بشؤون المياه وتحليتها ويعني هاجسها وهدفها ان نحقق الامن المائي في العالم في كل الدول الفقيره بالمياه ومن ضمنها دول افريقيا وايضا دول الخليج تعتبر من افقر الدول احنا من افقر الدول في المياه افقر الدول في المياه الطبيعيه طبعا الكويت كل, كل دول الخليج كل دول الخليج ما عندنا موارد الا التحليه وهذا التحدي وين الربط اللي سمعنا عنه الربط الخليجي للمياه استاذ أه يعني الربط الخليجي موجود والخطط يعني اعتقد انها ماشيه ولو انها باديه من زمان ما شفنا شيء الى الان أه بس الربط ما راح يحل يعني الربط الخليجي راح يحل جزء من المشكله في حاله نقص المياه من احد الدول تعوضها الدول الثانيه بس ترى كل شغلنا تحليه يعني وهذا وهذا الشيء يعني تشوفين اسمع افهم من كلامك انه شيء سلبي، شغلنا كله تحليه، هل عندنا حل بديل غير التحليه؟ يعني طبعا التحليه وحدات عامله تتعرض لظروف كثيره انا عندي وحده كانت موجوده من ست شهور ايش تقصدين بوحده حتى المشاهد وحده معاي. اللي هي وحده تحليه وحده قائمه وحده يعني منظومه أجهزة منظومه, متكاملة منظومة اجهزه متكامله موجوده لتحليه المياه نعم هي تدخل الماي المالح وطلع ماي حلو. البحر طلع ماي حلو إيه هذه هي المنظومه حلو فيها آه يعني تعتمد على عده شغلات يعني اول شيء تعتمد على ماي البحر لازم يكون ماي البحر نظيف وغير ملوث آه. هذه قصه البحر الحين الخليج العربي مو مثل قبل يعني لما تشوف وتحلل الملوثات كثيره البحر بحر الخليج العربي مو مثل الاول ايش فيه يا مهندسه يا استاذه رئيسه هذه المنظمه الدوليه المتعلقه بتحليه وتقطير المياه واحنا خليجنا من افقر الدول للمياه وماينا ملوث و يجي يوم توقف هالمكاين ما تقدر تحلي هالمياه ليش شنو الحل بعد الفاصل مهندسة زمزم مياه الخليج ايش فيها مياه الخليج العربي؟ مياه الخليج العربي ملوثة مياه الخليج العربي صعب التعامل معها في المستقبل الآن إحنا في الوزارة نأخذ أفضل التقنيات في العالم نحط معدات على مستوى عالي من الجودة ومكلف أنا ما أدري بعد كم سنة بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة شنو الحال؟ طلعت تقارير كثيرة ترى من البنك الدولي عن تلوث الخليج هل ما ما يتبدل ما ما يصير في تيارات مائية كان قبل يتبدل كل فترة وفترة الحين كل سبع سنوات يتبدل مرة واحدة إحنا محطاتنا معظمها على جول الكويت جول الكويت مكان مغلق يعني إحنا محطات الزور يعني أهون شوي الآن خلت تصير عندنا بقعة نفطية وصارت عندنا بقعة نفطية وصارت كل مم. الدنيا تختب. عندي مشكلة ثانية اللي هي المواد الكيماوية اللي نستخدمها فيها الوحدات مو مم. يوم ممكن ما نلقاها الحين الحين انا عرفت ان في مشكلة في حمض الكبريتيك سلفوريك أسد مو موجود بالسوق هذا يساعد في تحلية المياه؟ هذا من ضمن المواد المستخدمة في البروسيس يعني انا لو هالمواد هذه ما احصلها أه يتم يعني توقف أه وحداتنا توقف وحدات تحلية المياه؟ اي توقف احتياطنا شنو؟ ككويت لا لا قولي لي تطلعين النفس هذا لا يبا تحت شيء احتياط دولة الكويت من المياه للناس تشرب منها ايش كثر يعني اذا انا بتكلم على الاوقات السلم امورنا طيبه الان لكن لما تصير في أمور, امور يعني صعبه انتم عارفين الحين المنطقه فيها تغلي تشويش. من حولنا تغلي من حولنا تغلي ها؟ نعم انت احنا ما ندري من وين بتجينا الطقه تو السعوديه يا ما ندري من وين ها نعم. احنا الكويت لا عندنا امتداد تضاريسي لا عندنا جبال عندنا هالوحدات شاكينة على البحر وما عندنا مصدر ثاني للماء لازم ندور مصدر انا هل اقدر اجيب نهر النيل واحطه عندي ولا اقدر اجيب الانهار اللي موجوده في العالم احنا مو عندنا اسطول بواخر نعم واحنا لما انتجنا النفط عندنا اكبر اسطول بواخر في شركة ناقلات النفط. ما يصير أه. نحط ناقلات ماي؟ ليش؟ ايش ما رايك انت؟ يصير ولا ما يصير؟ ايش رايك انت؟ انا قاعد اعرض الفكره عليك. ما نقدر ننقل الماي من مناطق الماي مفقود فيها. قبل الكويت اساسا قبل النفط كانت تنقل الماء احسنت ايام إيه؟ الشيخ الله يرحمه عبد الله السالم نعم. كانوا ينقلون الماي. هذه احد الافكار. وفي افكار وفي افكار امد خط طيب ليش ما يضعون هذه الخطة وتعمل هذه الخطة وتكون يعني مساند للمحطات اللي موجودة أنا ما أبي أوقف التحلية لا خلي التحلية شغالة التحلية شغل. تمشي خلي والمشاريع تمشي أنا أبي مصدر ثاني ترى إحنا الكويت أفقر دولة بالخليج إذا قارنتنا بالسعودية ما نقدر نتعاون مع العراق مثلا كانت فكرة طرحت قبل فترة ليش لا في امتداد هذه الأنهر نهر دجلة والفرات لأن لا؟ نهايته في مكب الخليج عدل أقول لك شغلة إيه الخليج دش على شط العرب صار مالح شط العرب بس نقدر ناخذ من دجلة والفرات ناقلات نخلي خزانات عائمة إيش رأيك بالفكرة؟ منطقية صح وليش ما عندنا؟ ما في طرحتوا هالفكرة؟ هذه مسؤولية وزارة الكهرباء والماء صح؟ هي مفروض الوزارة تدور الشركات اللي عندها الأفكار أنا سمعت أن في شركة اوريدي أه عرضت هذا الموضوع على صاحب السمو الله يحفظه نعم بس ما أدري شنو صار الحين؟ خزانات عائمة إيه بواخر شنو بواخر موجودة أحتاجها في وقت الحاجة؟ أحتاجها في أي وقت إذا صار عندي مشكلة إحنا في سنة من السنين يمكن قبل سنتين نعم. وحداتنا ما دشت صيانة وحدات التحلية نعم صارت عندنا مشكلة انتم ما حسيتوا فيها. ليش؟ انتم لما تبطلون الماي تحسون الماي خفيف. صح؟ نعم. مرت عليكم هذه، ايه؟ حتى اعتقد المشاهدين يمكن الحين كل واحد يهز راسه. نعم. صح؟ الوزاره ما عندها حل الا تخفف الضغط. تخفف الضغط الماي اللي جايك البيت. بتقول لي خزانات؟ الخزانات كم بتكفي؟ ما جاوبتي على احتياط الكويت من المياه؟ ما عندي حبيب. خزانات بس كم بتكفي؟ شهر؟ كفر. شهرين؟ مع التقنين ثلاثة أشهر مع التقنين مع الت... ما أدري إحنا عندنا سلوك للمواطنين سلوك يعني للأسف سيء بالاستهلاك كم تكلفة المياه هذه أستاذة زمزم إحنا الألف جالن حاليا على حسب آخر دراسة سووها الوزارة تكلفته 11 دينار كم يدفع على المواطن الدولة 11 دينار على الدولة, على الدولة. الألف, الألف جالن الألف جالن كم يدفع المواطن 800 فلس وكذلك المقيم ايضا وك الكل الكل ايه الكل كل من يقيم 300 على 300 هذه الارض فلس. يستخدم هذه المياه الكويتيه المحلاه المكلفه المكلفه ب 11 دينار ب 800 فلس يدفع ايه. وتشوف الدنيا تهدر والله حرام والله احنا عايشين في نعمه ولا بد ان نحفظ هذه النعمه اللي ما ندري ونتمنى ان شاء الله انها ما توقف لا ان شاء الله ما توقف وتدوم ان تأمل خير يا رب ان شاء الله هل راح يأتي يوم انه لا يمكن ان نحلي مياه البحر؟ يعني اكيد قلت يا الملوث لا يمكن تحليه المياه البحر اكيد تكون الكلفه عاليه جدا والانتاج ما تقدر تطلع الانتاج المطلوب الاحتياطي اللي عندنا ايش كثر اليوم هل انا عندي فكره الاحتياطي للمياه اقدر اجمع فيها هذه المياه ولا ما عندي انا افكار في عملية وجود الخزانات نسمع في خزانات بالكويت مخزنين فيها الماء الخزانات طبعا هذه خزانات متجددة وفيها ماء بس ما يكفي إذا وقفت الوحدات إذا صار البحر ملوث ما تكفي ليش ما نسوي خزانات عائمة بالبحر تصفط بأي مكان تبي الحين تو أنا آخر فترة سمعت أنه في مرسوم طلع في المملكة العربية السعودية بإنشاء مؤسسة لنقل المياه المحلة من الأنهار ومن الأماكن اللي نقدر نستفيد منها تخيل أنت في باكستان مثلا 23 نهر وهي قريبة يمنا في أثيوبيا ليش ما نستفيد من هالماي والله هي اسئله تطرح على القياديين الموجودين في وزاره الكهرباء والماء انا اتمنى نعم. ان ينظر في هالموضوع بواخر انابيب احنا مو عندنا بواخر تودي نفط مم. طب خل نسوي بواخر تجيب لنا ماي مع التحليه ما توقف التحليه جميل أه قبل اختم معك اللقاء واللقاء مش بشكل سريع للامانه بطمن على المهندسين والمهندسات اللي حضرتك ذكرتي ببدايه الحلقه هناك صف ثاني يعني كيف تقيمينهم اليوم مهندسين وخريجي الكويت انا والله يعني الكويت وبرأ الكويت في ناس خريجين دول عربيه واجنبيه يعني انا افتخر بشغله صراحه في عندي مشروع الدوحه المرحله الاولى كل الاستاف العامل في الموقع كويتي 100% ما شاء الله في ذوي خبره وفي شباب صغار متخرجين من كل الكليات ونحترم كل الجامعات في العالم لأن الإنسان يتخرج من الجامعة بفرشة فرشة علمية كأنه سفنجة ممكن يتعلم وممكن يأخذ العلم والخبرة من الناس يشتغلون قاعد ينزلون الميدان شو تشوفين يعني يعني تشوفين أقول لك شغلة في عندي ايه؟ 16 بنت ما شاء الله كلهم يشتغلون ويعني يحبون الشغل تلقاهم بالليل تلقاهم بالنهار ايه؟ نسوي شفتات والمشروع كهو خلص بيشتغل ما شاء الله فانا هذا شيء فخوره فيه الحمد لله يعني معهم معاهم حمد. البنات كانوا يوني برئاستك ها للفريق هذا اي طبعا ب يعني انا كرئيس مهندسين الرئيس الاعلى ها آه يونا المهندسين المهندسات بالذات تقول لي ابوي ما يرضى اروح موقع اقول نادي ابوك نادي خليك قاعد معي والله ما يقصرون لبهات كل ما معاهم قعدت طبعا لان البنت ما حورتيهم وقعدت كل واحد معاهم حاورت لبه إيه؟ وحاورت الاخو وفي ناس يعني تدري حشري ما يرضون يبي بنته تقعد بمكتب اقعد معه واقنعه والله ويقتنعون وفيهم الخير ترى الكويتيين فيهم الخير والله, والله فيهم خير وبركه والله فيهم الخير وغيرت افكارهم وافقوا <applause> قلت لك الحين عندي خمسين مهندس بالموقع ما شاء الله مع شاء الله 16 بنت كويتيين ربي يوفقك ان شاء الله وانا على المستوى الشخصي سعدت جدا وتشرفت بان اتحاور مع انسانه مميزه ومن اولى المهندسات الكويتيات التي تنزل الى الميدان الكويتي علما وعملا فانا فخور بحضرتك وفخور باني التقي معك واحاورك واختم معك ما قلتي لي مذيع ما انسى يعني ما قلتي لي منو اللي لك عروض؟ ختاما <applause> 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 ان شاء الله تحت الدراسه العروض زين اهم عرض انا ودي بس اقول شغله مهمه ارجو أن يعني تسمح لي <applause> راح تقولين اهم عرض طبعا. ان شاء الله انا ارجو من كل المواطنين والمقيمين يا جماعه ترى ماي الحنفيه احسن ماي في العالم احنا اخذنا المركز الاول انا يضيق خلقي لما اروح حق الجمعيه واشوف تارسين هالعربانات الماي المعبئ يعني انا انا ما ماني ضد الشركات بس ترى المناولة والتخزين خطر خطر في بلد تصل درجة الحرارة فيه إلى أكثر من خمسين درجة مئوية أرجو أن يعاد النظر في هذا الموضوع من قبل الكل ويؤث أرجو أن تثق بمياه ماي الحنفية, الحنفية زين. زين ماي الحنفية الكويتي ماي الحنفية الكويتي الناس اللي تشوفنا عندهم كل واحد ببيته ماي وحنفية زين ينشرب تدري ايه؟ ينشرب منه منو اه. اللي قال المنظمات العالميه اللي اعطتنا المركز الاول انه انه افضل ماي في العالم بارك الله فيك قولي لي العرض بختم الحلقه <applause> والله في عرض من الخليج في عرض من دول خليجيه من دول انتش؟ انتش؟ اني اروح هناك عندهم مستشاره لكل النواحي الخاصه بالتحليه شكرا ولا زال تحت الدراسه شكرا جزيلا حياك الله شكرا <تصفح> ضيفتنا الكريمه طبعا ما تكرمت من الكويت صح؟ ما صار تكريم لا للاسف الشديد ما تكرمت من الكويت من بلدها وفي النهايه ما في منه ان الانسان يعمل ديرته ولا ناطره هي التكريم لكن كرمت من الخارج فخر لنا خذت المراكز الاولى من الخارج فخر لنا والكويت بعد استقالتها اللي بعض تلاميذها بقدره قادر مسؤولين عليها آه ما لومها خذت هذه الخطوه لان هناك رقابه ومتابعة من قبل هذه الدول الخليجية لهذه المهندسة الكويتية قدمت استقالتها تعالي نبيك هذا عرض أول هذا عرض ثاني هذا ثالث تعالي أنت مستشارة ولا تقولينه راح يمشي يعني مشاريعها راح نشوفها برا من اللي سواها وراح المهندسة زمزم الكويتية اللي قدمت استقالتها أتمنى الرسالة وصلت للمسؤول المعني باتخاذ هذا القرار اللي دائما يحتضن أبنائه واعتقد أنه فخر لنا أن يتم اليوم احتضان السيدة الفاضلة المهندسة الأستاذة زمزم الركف شكرا لها وشكرا لكم أشوفكم على خير في أمان الله